ازيكم يا جماعه؟ النهارده حلقه جديده في رمضان في البيت، والنهارده المسلسل اللي هنعمله تريلر رياكشن هو مسلسل لمس اكتاف بتاع ياسر جلال. كالعاده طبعا ما شفتش المسلسل ولا مره، فهشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. تبعت نفسك للشيطان، والبضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. هو ليه ياسر جلال قالب كده على تشاك نوريس المصري؟ مش عارف ليه، اللي هو تقريبا ياسر جلال مفيش حد في المسلسل ما ضربوش، يعني ده ناقص يضرب المخرج والمنتج كمان. والله شكله حلو مش وحش، واستغربت اكتر ان هو تريلر. انا لسه فاكر اصلا دلوقتي وانا بتفرج ان كان في تيزر انا كنت شفته، بس كان نزل من زمان قوي. كان تقريبا 20 ثانيه او 25 ثانيه. كان في ياسر جلال كان بيلعب مصارع روماني مع كرم جابر. بس ده التريلر بقى الرسمي بتاع مسلسل لمسة اكتاف. مش وحش خالص والله، برضو شغال يعني. على يعني السنه اللي فاتت انا اتفرجت على رحيم، اكون صريح معاكم ما عجبنيش خالص. يعني كنت متوقع احسن من كده بكتير، يعني حسيت ان النهايه كليشيه قوي. يعني ما شفتش ظل الرئيس بتاع ياسر جلال برضو، ما شفتهوش، بس في ناس كتير قوي قالوا لي حلو وكده، بس ما كانش عندي الوقت بصراحه ان انا اقدر اتفرج عليه، لان انا كنت بفكر اتفرج على كام مسلسل كده قبل رمضان. كان منهم جبل الحلال، هو ده اللي صار. كان في كذا مسلسل كده ما اتفرجتش عليهم وكنت عايز اتفرج عليهم، الحق اتفرج عليهم قبل رمضان وكده، بس للاسف ما لحقتش. يعني هو تقريبا ياسر جلال طلع في المسلسل اسمه ادهم، ما فهمتش برضه هو ملاكم ولا بيلعب مصارع روماني، ولا انا مش فاهم يعني. وتقريبا هو خلاص يعني اللي هو يعني حياته اللي كان فيها عوق بقى، واللي كان فيها حاجات شمال وكده، بطل هو الحاجات دي خالص. وتقريبا هو اخد حياته ان هو يبقى فيها استقرار ومش عارف ايه وكده، بس الظاهر اللي هو رجعوا تاني نخربوا وراه ومش عارف ايه، عشان شكله يلبسوا حاجه يعني. وفتحي عبد الوهاب هو شكله كده رئيس العصابه يعني. انا مبسوط جدا ان في فتحي عبد الوهاب على فكره في المسلسل ده، يعني شكله عمل اداء حلو. المسلسل فيه ياسر جلال وحنان مطوع ودنيا وايمان العاصي وسمر مرسي ومحمد عز وكرم جابر. مخرج المسلسل حسين المنباوي اللي كان اخرج حلاوه الدنيا، وكان عمل برضه عد تنازلي في 2014. نسبه تراقبي للمسلسل ده 7/10. نديله برضه فرصه. لمسه اكتاف وقبيل وولد الغلابه، الثلاثه دول يعني فور شور، يعني بنسبه 90% هتفرج عليهم يعني. بس ما عنديش حاجه تانية اقولها. التريلر ده اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير، وما تنسوش تعملوا لي فولو على تويتر وفيسبوك وانستجرام. واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.